جديدة ويوم جديد معانا. طبعا زي كل أسبوع بتفاجأ صديق من أصدقاء MBC3 ويقضي يوم كامل مع مذيعه المفضل. واليوم محمد الحمادي من الإمارات حيقضي يوم كامل ممتع مع مذيعه المفضل نبيل. كيف كانت ردة فعله؟ خلينا نشوف مع بعض. أنا الحين جيت من بيت محمد، حبيت أفاجأه، خبرت أهله بس هو اللي ما يدري. السلام عليكم. السلام. مرحبا. أخبارك؟ الحمد لله. محمد موجود؟ إيه نعم موجود بس ما عنده خبر. خلونا نشوف. تسلم زيت فضلك. سريع تفضل. تسلم الله يخليك. تسلم زيد فضلك. شرفتونا. تسلم والله. صوب قهوه شيء. تسلم زيد فضلك. الحين بسقر فريق العمل يجهزون المكان حق المفاجأة وعقب دقيقتين يبلنا محمد. ان شاء الله حاضرين. شباب تعالوا. وايد متحمس اترى محمد يوصل. اهلا بيه. اهلا وسهلا. ايش حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ زين. كل شيء تمام؟ ايه. فرحان ولا لا؟ فرحان وايد. يا سلام عليك، ان شاء الله دوم الفرحه. خبرني محمد، تفاجأت؟ ايه. كنت متوقع ان انا اي ولا لا؟ ابدا. اوكي استريح الحين شوي، خليني اتعرف عليك اكثر. محمد عرفني باسمك الكامل. محمد يوسف خليل إبراهيم محمد أحمد الحمالي. والنعم والله. محمد كم عمرك؟ 10 سنوات. يا سلام عليك. خبرني شو هي هواياتك؟ شو أكثر أشياء تحب تسويها؟ أحب السباحة. حلو. ركوب الخيل. ورماية وهذا. ها؟ وألعب في اللابتوب شوي. زين خبروني عنك شيء. يقولون يعني أنك أنت تحب تلعب في البلاي ستيشن صح؟ إيه. تتحدى منو دايما؟ أخوي. تتحدى أخوك. أكيد أنت تفوز عليه، ما يحتاج كلام صح؟ أحيانا هو يفوز عليك. أحيانا هو يفوز عليك، يلا مشكلة. إنزين محمد خبرني، أنت في أي مدرسة؟ يمكن أروح مدرسة دراسة بن حميد. أي صف؟ بروح سادس. بتصير صف السادس، أتمنى لك كل التوفيق. إنزين محمد عندي لك فكرة وايد حلوة، شو رأيك تسمعها؟ أوكي. إنزين شو رأيك نتحدى أنا وأنت في البلاي ستيشن؟ خايف؟ ما أفوز عليك. اوكي محمد، انا الحين بخليك تصير تبدل عشان نتجهز نلعب بلاي ستيشن نتحدى بعض. اوكي يلا شوفك عقب شوي. انا خليت محمد يصير يبدل لان الظاهر احنا خربنا رقاده، وعقب ما يبدل بتحداه وبنلعب بلاي ستيشن ويا بعض، واتمنى ان يكون مستانس بوجودي ويا اليوم. نبيل تعال انا جاهز. يلا وانا بعد جاهز. يا سلام محمد، التحدي الحين بيبدا. جاهز؟ جاهز. بس انا بفوز عليك يعني احس شي. ها شو رايك ما تستسلم؟ واصل من البدايه استسلام. ها اوكي. صرت من البداية محمد. إنزين محمد عندي فكرة أحلى من البلاي ستيشن. أوكي. شو رأيك نسير المول نسوي أي شيء ثاني؟ أوكي. يلا. أوكي. يلا نروح.
أكيد محمد انبسط بشوفة نبيل. طبعاً بعد ما تعرفوا على بعض ولعب بلاي ستيشن صار وقت يطلعوا من البيت. إيش حيسوي دحين؟ حنعرف بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية أصدقائنا بعد الفاصل. فين حيروحوا محمد ونبيل وكيف حيقضوا يومهم؟ خلينا نشوف مع بعض. محمد الحين وصلنا للمكان اللي كنا نترين وصلنا من فترة صح؟ من يعني مو فترة طويلة إلا بالساعات بس صراحة الحين بنستانس وايد بنلعب عدل. بلعب لعبة باتمان. لعبة باتمان؟ ايه. اوكي بنجرب بعض الألعاب مو مشكلة. وهذيك اللعبة مال السيارات. اوكي ليش لا؟ لازم نجرب لعبة تصادم السيارات عشان افوز عليك. ما بتفوز. بلعب هذه اللعبة مال الدرجات. بنلعب انا وياك هذه. هذه إذا فزنا ناخذ كرة. تاخذ كرة؟ كرة مطاطية. تعال محمد بنروح نعبي ناخذ كرت وبنلعب. اوكي. السلام عليكم. جايين انا وصديقي محمد عشان نستانس فنبغي نلعب ونبغي بطاقة. اهلا وسهلا فيك. معك بطاقة. شكرا. يلا نروح. جاهز؟ اوكي شو رايك نجرب لعبه ثانيه؟ اوكي يلا تعالوا جاي. يا
يلا واحد جاهز؟ عد معي واحد اثنين ثلاث. وايد. يا سلام حصلنا 41 تيكت. اوكي محمد تعال لازم نجرب بعد لعبه صح؟ اوكي عشان تخسر المخزون. يعطيهم العافية الصراحة طاقم العمل جهزولنا الأكل يا محمد، الحين لازم ناكل ونريح شوي عشان عقب نروح نكمل باقي اليوم، أوكي؟ أوكي. محمد، أنت بعدك ما جربت أكل، تبغيك تجربه وتقول لي إذا عيبت ولا لا، لذيذ ولا لا. أنت قلت لي إنك تحب الأكل الصيني صح؟ إيه. زين. الحين بعد ما نخلص إن شاء الله. أبغى أخلطه عشان يسوي ميكس. بعد ما نخلص بنصير نكمل باقي اليوم إن شاء الله بنستانس وايد. محمد أنا الحمد لله شبعت، وأنت شبعت؟ إيه. أوكي، شو رأيك نروح نكمل باقي اليوم ونروح نسوي شيء ثاني؟ أوكي. يلا. محمد الحين خلنا نطلع من هني بنسير مكان ثاني. اتمنى انك تكون استانست وايد هني بالالعاب. استانست؟ ايه استانست. بس شو رايك ان فزت عليك؟ ها؟ شعور حلو؟ ايه. شعور الخساره شعور حلو؟ ايه. خل روحك رياضيه دائما. ايه. وابدا لا تزعل انك خسرت، يعني عادي الواحد مره يخسر ومره يفوز. صح؟ صح. ابدا لا تزعل. خل روحك رياضيه، مرات تفوز مرات تخسر. عشان شي اليوم يوم انت فزت علي انا ما ازعل. وانت ما زعلت يوم انا فزت عليك صح؟ ايه. بنسير الحين بنركب السياره مره ثانيه. ايه. بس ما خبرتك بنسوي شيء حلو. ما بخبرك شو؟ مفاجاه، اوكي؟ بس جاهز انت صح؟ ايه. شيء فيه حماس، تسليه، ومتعه، ومرح. بنستانس فيه انا وانت وايد. اوكي. زين؟ اوكي. كيف دشيت ام بي سي 3؟ ايه قدمت على القناه لان انا كنت احب وايد وايد، كنت اتمنى من يوم انا صغير اني استوي مذيع. اوكي؟ فقدمت سووا لي مقابله واختبروني قدام الكاميرا والحمد لله نجحت واستويت مذيع. شو رايك حاب تستوي مذيع انت؟ لا. ليش؟ مش مستوي هذا الكترونيك ماب. واو حلو. اسوي اشياء الكترونيه ان شاء الله بعد ما تخرج من المدرسه اكيد صح؟ ايه بالتوفيق. بعد ما نبيل ومحمد راحوا المول وتغدوا مع بعض صار وقت نروح لفاصل ونرجع نكمل يوم معانا.
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. طبعا محمد ونبيل يومهم ما خلص، ايش حيسوي دحين؟ خلينا نشوف مع بعض. يا سلام محمد، شباب كلهم وصلوا، احنا متأخرين عليهم. السلام عليكم، شو اسمك؟ سيف. وانا نبيل. وانت شو اسمك؟ عبدالله. حياك الله. شو اسمك؟ ايهاب. يا هلا والله. وانت شو اسمك؟ محمد. اهلا وسهلا. شو اسمك؟ عمر. اهلا وسهلا فيك. مرحبا نبيل، معك شو اسمك؟ حياك الله محمد. اهلا وسهلا فيك. عمر اكيد اخو محمد صح؟ زين شباب، عندي اقتراح اتفقنا عليه انا ومحمد. طبعا محمد تقول لهم اقتراح اكيد صح؟ اوكي، قررنا نقسم الفريقين. كانت مباراة حلوة واستانسنا كلنا ببعض صح؟ صح. اوكي الحين خلونا ننزل كلنا ونبدل، شو رايكم؟ يلا. يلا شكرا نبي على اليوم الجميل. حياكم الله، نورتونا، الله يعافيك، تسلم. والسلام. اهلا وسهلا بمحمد. ان شاء الله تكون استانست ويانا اليوم وقضيت يوم ممتع معانا. شو رايك استانست؟ حلو. كيف كان يومك؟ يا سلام عليك يا محمد، ان شاء الله نكررها في الايام الجايه بعد. وعندي لك هديه مقدمه من قناه ام بي سي 3. تفضل، لانك انت تحب الكره. وهاي اشرطه بلاي ستيشن، تتهنى واستانس. شكرا محمد على اشتراكك وفرصه سعيده. كذا يكون يومنا مع محمد انتهى، ان شاء الله يكون انبسط مع نبيل وكمان حب الهديه. اشوفكم الاسبوع الجاي مع صديق جديد وكمان بلد جديد في برنامج يوم معانا. نحب نشكر عائلة بي سي 3 لأنه متاح لمحمد أخوي الفرصة إنه يشارك في هالبرنامج الطيب. وصراحة محمد وايد استانس مثل ما شفته، ونحب نشكر الكل وما قصر. أنا وايد فرحان عشان نبيل سانة في البيت. شكرا بي سي 3. شكرا بي سي 3 على الهدايا الحلوة والبرنامج الحلو، وأتمنى إن نبيل يزورني أكثر. والحين بصير ألعب بلاي ستيشن. فرصة سعيدة، مع السلامة.